أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم عندنا واحد لقاء تحليلي للظاهرة اللي استفحلات بواحد الشكل كبير، وهي ظاهرة اغتصاب الأطفال. هذه ظاهرة اللي ولات كتبان لنا واحد 10 سنين دابا الأخرى، بدات غدا وكتقوى بواحد الطريقة اللي خطيرة. ما بقاتش في الاغتصاب ولكن ولات حتى في القتل. اليوم جينا عند الأستاذة فاطمة الزهراء الإبراهيمي باش نحلوا معها شوية ونناقشوا معها شوية في هذا الموضوع. هذا أستاذة، مرحبا بك معنا اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أستاذة. في نظرك استفحال هذه الظاهرة ديال الاغتصاب وقتل الأطفال، شنو السبب فيه؟ هي ماشي ظاهره يلاه ولات، راه الامر الذي استجد في مناقشه الملفات اللي كتكون كتروج المحكمه والقضايا اللي كتروج داخل المجتمع واللي كيكون المصير ديالها انها تكون ملف في جنايات اللي بهذا الشكل هذا والجرائم البشعه، راه دائما كان. الامر اللي ولا دابا هو الامر اصبح يناقش في ضوء التواصل. الامر اللي ولا هو الناس ولات كطالع على بعض الجرائم اللي ولات ترتكب داخل هذا المجتمع هذا، واللي الناس ولات كتبلغ عليها، واللي الناس ولات كتخرج في الاعلام فيها وكتحكي على الاختطاف ديال الابناء ديالهم او الاغتصاب ديال الابناء ديالهم، في الوقت اللي كانت الناس شويه كتحسن. في واحد الوقت كانوا الناس كتستحي انها تقول بان راه الابن ديالها تعرض للتحرش مثلا في المدرسه، او تعرض للاغتصاب من العامل اللي كيكون مثلا يشتغل عندهم، او من السائق ديال السياره، حيت هادو ملفات كاينين ديال السائق ديال السياره عرض للطفل الاغتصاب، ديال الناس اللي كيكونوا في خدامين في مدارس حره ولا كذا كيعرضوا الاطفال للتحرش. هذه كانت كلها ظواهر كانت كثيره ولا زالت. الامر اللي كاين دابا هو لماذا استفحال هذه الظاهره بالفعل؟ علاش ولا عندنا هاد الكبت المجتمعي؟ علاش ولاو عندنا هاد الناس اللي ما بقيتيش كتحس بان كاين واحد بانه شخص سوي في العلاقات ديالو او في الطبيعه الجنسيه ديالو؟ او علاش الناس ولات عندها واحد الميول للاطفال جنسيا، رغم انك تلقى حتى الامر ملي كتجي تفكر فيه حتى من الناحيه زعما الاجتماعيه والانسانيه كتلقاه مقزز. كيفاش بالشخص انا زعما تولي عنده واحد التصور ديال البيدوفيليا، تولي عنده واحد التصور ديال الرغبه الجنسيه في طفل، كتلقى بانك كتكرهه ضمنيا، كتكرهه. ولكن راه ممكن هذا الشخص هذا يكون انسان مريض، يكون ما عارفش انه يتحكم في الميولات ديالو، كيكون هذا الشخص هذا غالبا انه تعرض لنفس الامر في الصغر ديالو، وكيكون تركب عليه واحد النوع من الانتقام اللي ما كيكونش هو عارفه بانه راه انتقام لنفسه من طرف الاخر. علاش هذاك الوليد كيكون عايش بهذاك الشكل هذاك مع العائله ديالو في هذيك الظروف هذه، وعلاش انا كنتعرض للاغتصاب في الصغر ديالي وكذا؟ فبالتالي كتولي عنده واحد الروح انتقاميه واللي كيكون هو ما عرفهاش وما ضبطهاش في نفسه، كيكون مريض. احنا ما كنحاولوش نديرو مسببات او كنحاولوا الناس نلتمسوا لهم اعذار، فعلا كتلقى بان الوضع شاذ، كتلقى الوضع غير سوي وغير مقبول، ولكن الاستفحال ديالو فعلا كيخلينا ان نناقشوا الظاهره، والظاهره دائما ما تقابلها بان راه كاين واحد شي امور اجتماعيه خاصنا نوقفوا عليها، كاين شي امور اللي هي نفسيه خاصنا نوقفوا عليها، كاين واحد اعتقد بان وصلنا لواحد النسبه ديال ان الاطباء النفسيين ضروري انهم خاص يكونوا ماده داخل مدارس الاطفال ديالنا، على الاقل كتبدا كتعرف بان الطفل ديالك واش حتى من ناحيه العنف ديالو ولا من ناحيه الحركه ديالو ولا من ناحيه التوحد ديالو، واخا ما يكونش في مرض ديال التوحد ولكن كيكون ايزولي واحد شويه، ضروري انا كنشوف بان اصبحنا في مرحله نحتاج فيها الطب النفسي في جميع المكونات. بالفعل استاذه، غادي قبل ما نكملوا النقاش ديالنا غادي تشوفي معنا هذا الفيديو ديال الجمعويين كيفاش كيتكلموا عن الظاهره وكيفاش كيلحقوا على عقوبة الإعدام أنها تطبق في الناس اللي كيعرضوا الأطفال لمثل هذه الجرائم. خاصنا خصوصيات ديال الدين ديالنا لأن هي اللي ممكن نسقطوا عليها. عندنا واحد الباك ملي كنخرجوا منه وكنبغيو نبنيو واحد الباك آخر اللي بغينا نهرسوا فيه شي أمور أخرى، كيخرج لينا راه الدين اللي كربطنا في البيعة بالملوك عبر التاريخ في المغرب، هذاك الدين الاسلامي اللي فيه البيعه وفيه هذا ما كيتجزعش، وهو فاكسان ديالنا حنا لانه خصوصيه ديالنا. هذاك الفاكسان ديال الدين الاسلامي والكتاتيب اللي تحيدات وهذا، هذيك الامور كامله فاكسان كتحمينا من بحال هذا الشيء هذا.
هذاك هو الفاكسان ديالنا. دونك الا بغينا نجزؤوا كيخرج لنا زينا المحارم، كيخرج لنا العنف ضد الاصول، كيخرج لنا بزاف ديال الامور. اما فيما يخص القوانين وهذا الناس كتتكلم ولكن كتجهل بزاف ديال الامور. راه كنظن بان المغرب راه موقع معاهده بعدا ديال الغاء عقوبه الاعدام. اذا راه قبل منه هذه راه ما غتكونش هي ماشي هي الاولى وما غتكونش هي الاخرى الا ما تحركناش في هذا التوجه. هذا راه اللي دار الاغتصاب بالجمله في تارودانت راه باقي كياكل ويشرب على ظهر الشعب، على دافع، على ظهر دافع الضرائب. دونك راه كاين الخلل، ولا ما توجهناش للخلل مباشره وراه الفلادات ديال الكبد ديالنا غنبقاو غتخرج فاجعه اخرى، وغنبقاو نقولوا كيفاش وعلاش، كيفاش وعلاش. هو الانهيار الكامل ديال منظومه القيم. تحياتي للمتابعين ديال الجريده الالكترونيه صوت العداله، معكم زغلول. كنتكلموا على الموضوع بحرقه واش غنقول لك الاحشاء ديالنا كضرنا في هذا الشيء، ولكن الناس ملي كتمشي تصلح ما كتمشيش للاصل ديال المشكل، كتمشي وكنبقاو نقولوا لا راه خاصو الاعدام، لا راه خاصو، راه عدمتي هذا ولكن ما صلحتيش للاصل ديال المشكل، المنظومه ديال القيم. شوف بالنسبه باش نكون معك صريح، انا بالنسبه لي الا سولتيني مثلا شخصيا انا كمواطن عادي غادي نقولك انا مع هذه الحمله هذه، انا مع هذه المساله ديال الاعدام ديال الاشخاص هذو. ولكن بالنسبه لي ما غاديش نحط نفسي في موقف ديال واحد الناس ديال السلطه ورجال القانون. علاش؟ حيت هما اللي كيعرفوا مثلا ربما هناك واحد المواثيق دوليه بطبيعه الحال على حسب الاتفاقيات اللي كتكون ما بين المغرب وما بين مثلا دول اخرى. يعني ما غاديش ندخل في هذه الحيثيات، ربما الناس اللي عندهم ذو اختصاص هما اللي يعرفوا هذه المسائل. غير انا بالنسبه لي كاب كمواطن انا مع هاد الناس انهم يتعدموا في ميادين عامه. ميادين علاش؟ باش يكونوا عبره لمن لا يعتبر. صراحه هذا الشيء اللي كاين. كيف شفنا استاذ ان الجمعويين كيلحوا على عقوبه الاعدام. شنو رايك في هذا الفيديو اللي شفتي؟ المساله ديال الجمعويين ومساله ديال الناس عامه تناقش بهذاك الدافع اللي كيكون انساني، تناقش بدافع اجتماعي، تناقش بدافع تعاطف او عاطفي، لانك تولي كتوجه الخطاب ديالك واحد الفئه ديال الاباء وديال الامهات اللي كيشوفوا في هذاك الطفل اللي رحمه الله عليه والله يرزق الابوين ديالو الصبر والسلوان لجميع عائلته، وعزاؤنا واحد في هذا الطفل الذي فعلا كانت فاجعه كبيره بيتنا عليها في بعد هذه الليله. كانت ليله ظلماء، كنا كنتوقعوا باننا غادي نلقاو هذا الطفل هذا بحكم الصوره ديالو اللي كانت انتشرات واستبشرنا في صورته خيرا واستبشرنا في الوضع داخل البلد خيرا، ولكن للاسف نعزي انفسنا ونعزي عائله هذا الطفل الله يولي برحمه الله والله يصبر العائله ديالو الام ديالو بالاخص والاب ديالو. ما اتفق عليه الناس زعما عامه من طنجة للقويرة هو تمام، كل شيء يناشد وينادي بالإعدام. راه هو تماما ما هو مضمن في القانون الجنائي. ملي كتلقى بأن عندك القتل العمد وكتلقى بأنه يقترن بجناية أخرى ديال الاغتصاب وهاتك عرض بالعنف، راه القانون الجنائي أفصل في أن نرى العقوبة هي الإعدام. ودائما في الجرائم الشنيعة والجرائم اللي كتكون بهذا الشكل هذا راه كتكون العقوبة ديالها الإعدام. الاغتصاب راه ما فيش إعدام، الاختطاف ما فيش إعدام، الاحتجاز ما فيش إعدام، إنما إن اقترنت هذه الجرائم بقاصر وبقتل عمد وبهذا الشكل هذا وكتعتبر شنيعة بهذا الشكل هذا وفي حق طفل بريء ما عنده حتى شي حاجة وما دار حتى شي ذنب وما أدى حتى شي واحد وتعرض للمسائل كاملة، فتكون العقوبة هي الإعدام. الإشكال اللي كاين والذي نتشاطره في مناقشتنا من داخل الفضاء ديال التواصل والفضاء ديال المهنية هو ديال تنفيذ عقوبة الإعدام، لأن القضاء لا يؤاخذ من هذه الناحيه لانه يطبق القانون ويطبق فصول المتابعه التي يسطرها سواء قضيه التحقيق او النيابه العامه، ويقول بما جاء وفق فصول القانون الجنائي باعدام مرتكب هذا الفعل الشنيع. الاشكال اللي كيكون هو اننا داخل المغرب لا تنفذ عقوبه الاعدام، ما عندناش الالغاء ديال عقوبه الاعدام لانها ماذا هي كاينه في القانون الجنائي وهي تحكم بها ولكن ما كتنفذش. هذا هو انا شخصيا، وكنتكلم على انا كشخص ومن وجهه نظري ان هذا ماسوف عليه، لانني كنتكلم على محاكمه عادله والتطبيق السليم للقانون، نتكلم عن تطبيق سليم لما جاء به القانون ليس فقط قولا وانما فعلا. عقوبه الاعدام من ضمنه بما انني كتحكم باسم جلاله الملك بعقوبه الاعدام لشخص ارتكب فعلا جنائيا او جرميا خطيرا جدا وشنيعا، وبالتالي انتظر منك أن تطبق تلك العقوبة.
لان الناس علاش كتوجه للقضاء للانصاف ديالها، والا الناس غادي تولي كتخرج كدير شرع اليد ديالها اللي كتقول بان راه واحد ولي قاتل واكل شارب في الحبس وكيتعامل معامله في اطار حقوق الانسان وحريات وكذا وكذا، ولكن راه كاين واحد المجني عليه، راه كاين واحد الضحيه، راه كاين واحد اللي قتلتي ليه النفسيه ديال الاباء ديالو اللي حياتهم كامله. بالفعل استاذه، في نظرك شنو اللي خلاهم تعطلوا حتى للدرجه والدري كان غير قريب ليهم؟ دابا الاشكال اللي كاين في هذه المنظومه ديالنا حنايا في المخزنيه وديال الامنيه وديال التحركات اللي خاصها تكون سريعه بواحد الشكل، وهذا حنا عندنا شويه باقي شويه الامكانيات، ماشي الامكانيات، الامكانيات هي شويه متوفره، راه كاينه شويه الامكانيات متوفره، راه كاين عندنا شرطه علميه، كاين عندنا شرطه تقنيه، كاين عندنا الناس اللي كدير خدمه اللي هي فعلا جباره وخدمه اللي فعلا اللي هي قويه وفعلا انها كتستطعت حتى انها تفكك واحد خليات ارهابيه في واحد الوقت وجيز في مدن مختلفه، يعني كتلقى حتى الجهاز الامني ديالنا راه ثقيل في البلاد، راه ماشي شي حاجه اللي هي بالفعل. المساله ديال الاختطافات راه للاسف دابا راه وصلنا هنايا، انا لما كنشوف ما عرفتش واش هي اخبار مؤكده او لا، كاينين 6 ديال الاختطافات في مدينه واحده ديال الاطفال ديال القاصرين، باقي لحد الساعه طفل واحد يتلقى فيهم بعد اسبوع من 2، واليوم حنايا في الحد ويلا تلقى نهار الجمعه، وكانت للاسف تم اغتصابه وتم هتك عرضه وتم قتله وتم دفنه، وفي واحد الوقت اللي كاع المغاربه كيقولوا لو ان كان تحرك امني كثيف وكان قوي واش هاد الطفل هذا ما كانش غادي تلقاه هو حي. هاد المساله هذه ما غاديش نجاوبوا عليها دابا، لان اللي غيجاوب عليها هو المحضر ديال الشرطه القضائيه اللي عبر الاستنطاق ديال الاشخاص اللي غادي يجيبوهم واللي غادي يستمعوا ليهم واللي ممكن يكونوا مساهمين او مشاركين او سمعوه على الوضع هذا او شافوه مبلغوش عليه أو امور كامله سوف يتم اتضاحها بالتفصيل في محضر الشرطه القضائيه باش نعرفوا واش هاد الطفل فعلا تم اغتياله في نفس اليوم الذي تم اختطافه فيه واغتصابه وقتله ودفنه، او كانت واحد الفرصه زعما اللي كان ممكن ان نلقاو فيها هو حي. هادشي ما يمكنش نجاوبوا عليه دابا حتى نحضر. والموقف ديال ثلاثه الاشخاص اللي سمعنا انهم تعتقلوا البارح، فعلا سمعت هذا المعطى هذا ديال وجود ثلاث اشخاص اللي كيسكنوا مع هذا السيد هذا اللي كانوا معاه في البيت، انهم غير مشاركين معاه في الجريمه، ولكن بقات علامه استفهام على الاعتقال ديالهم. دابا اللي خاصنا نفهموا كاملين انك تكون مشارك في الجريمه او تكون مساهم في الجريمه راه هي نفس العقوبه ديال الفاعل الاصلي، ساعدتيه او اعنتيه او مديتي ليه هذه المساعده او حضيتي لهذا ولا شفتي الناس ولا عطيتي شي معطيات ولا كذا راه تعتبر مساهم، هزيتي معاه حطيتي دفنتي هزيتي الدري، حيت حتى السيد هذا كيفاش غيهز داك الدري بوحدو غادي يمشي ويحفر هذيك البلاصه بوحدو وغادي يدفنو بوحدو؟ هذا هنا كاين بزاف ديال علامات الاستفهام غادي تجاوب عليها في داخل هذا المحضر هذا اللي غادي نعرفوا واش عنده فعلا مساهمين او مشاركين. مهم مساهمين او مشاركين كيتعرضوا، المشاركين او المساهمين كيتعرضوا لنفس العقوبه اللي كيتعرض لها الفاعل الاصلي. الا ما كانوا لا مشاركين لا مشاركين لا مساهمين، الا تستروا على هذا الشخص هذا يكونوا شافوا وكانوا كيبان لهم، حيت انا اللي بان ليا بان الصوره اللي كاينه الوقت اللي هو غادي مع داك الدري في الزنقه ماشي هي الصوره اللي كتروج دابا ديالو، بمعنى انك انت غنكون ساكن معايا وغتشوف التغير في الشكل ديالي وكتشوف بان السيد راه حلق الراس ديالو وحلق اللحيه ديالو باش انه يغير الملامح ديال الصوره ديالو اللي كتروج فضاءات ديال التواصل، وانت ساكن معاه ولاحظتي هادشي كامل حتى في التصرفات ديالو وما بلغتيش الشرطه، ولا انت شفتي الصوره ديالو وما بلغتيش الشرطه بان راه هذا غير الملامح ديالو، انما راه هذيك اللي مع داك الدري سواء ارتكب الجنايه او ما ارتكبهاش او عنده علاقه بالدري وما عندوش ولا غير ديز محدا، كان خاصك تبلغ الشرطه. بالتالي كتدخل هنايا في الفصل 299 من القانون الجنائي، وكتولي العقوبه فعلا من شهر الى سنتين، وإذا كان الطفل قاصرا وارتكبت في حقه الجنايه وما بلغتيش على واحد الجريمه ترتفع العقوبه الى الضعف. يعني الناس خاصها تعرف بانه فاش كيلاحظوا شي حاجه او كيشكوا في شي حاجه او كتبان لهم بان الاوضاع غير عاديه ديال شي طرف او السلوك ديالو اصبح متغيرا بواحد الشكل اللي يبعث الى الشك، فضروري اننا خاصنا نعلموا السلطات حتى فاش كتكون شي صوره تروج فضاء التواصل وانت تشتبه فقط على واحد الشخص معين، فكتمشي عند السلطات وكتقول لهم انا شفت بان راه كاينه واحد الصوره هنايا وانا اشتبه في الشخص، ما كنقولش بانه هو 100% ولكن اشتبه فيه. هي السلطات كتحرك وكتاكد من الهويه ديالو، فاين كان هو كنت راه ساعدتي السلطات وساعدتي على فك ديال واحد الجرم سواء ترتكب او غير ترتكب او يساعدوا لارتكابه او مقبل على ارتكابه، فكتكون عندي الناس
العائلات او كذا، وكتعين الشرطه وكتعين على ان عدم ارتكاب واحد الجرم معين، والا اشتبهتي فيه وما لقاو ما هو ماشي هو، راه بالتالي راه كتلقوه، ما كتكون حتى هي حتى شي. المساله اللي بغيت نتكلم فيها هي مساله ديال واش هو نداء، واش هو طلب، واش هو من الامور البديهيه اللي خاص انها الحكومه تحرك فيها شويه فيما يتعلق زعما بهذه المساله ديال حيت كنشوفوا بان الاختطافات اللي كتكون في اوروبا ولا كتكون في الدول اللي كتكون متقدمه كتلقى بان الشوارع كلها كتكون مطوقه بالكاميرات، كتلقى البنكه عندها كاميرا لداخل وبرا وشاده الشارع وشاده الطريق وشاده كذا، كتلقى حتى الكاميرات اللي كتكون مثبته في الشوارع في هذيك البولات اللي كتكون طوال. فمثلا هذيك داك البولات اللي عندنا حنايا في الشوارع علاش ما تكونش فيهم جهاز ديال الكاميرا، كيشد واحد المساحه معينه ثم نشوف هذاك البوطو الاخر حتى هو ندير فيه كاميرا شد ليه واحد المساحه معينه، هنايا كتكون كتضبط الجريمه سواء فيما يتعلق بمخالفه السير سواء يتعلق في الحوادث ديال السير للطرف ديال المرتكب ديال الحادثه كيهرب وما كيلقى حتى شي واحد يشوفه، كيكون ظلام وكيكون كذا، وبالتالي كتكون هذه الكاميرات كتساعد. الا كانت جريمه ديال السرقه اللي كيتعرضوا ليهم السيوف ولا كيتعرض كذا، والشخص ما كتكونش عنده وسائل الاثبات وما كيعرفش كيفاش انه غادي يجيب هذاك الشخص، ما كيكونش عارف الوجه ديالو او الهويه ديالو، الكاميرات هنايا كتساعد. وبالتالي زعما اناشد من هذا الباب هذا انه الدوله انها تجعل من هذه الخاصيه ديال الكاميرات ماشي غير الرادارات ديال السير فقط اللي هي غتضبط لنا المخالفات ديال السير، ولكن راه عندنا جرائم اللي هي اكبر بكثير سرقات وسرقات مصروفه. دورنا كنضموا الصوت ديالنا ليك وكنطالبوا بان ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله هذه ديال الكاميرات يكثروا تماما باش يلا نحاولوا اننا نحدوا شويه، حتى الشخص اللي كيعرف بان راه هذا الشارع كله كاميرات راه ما كيقربش ليه، راه كتشوفها غير في السير، ملي كتعرف بان راه كدوز من واحد الرونبوا اللي كتعرف بان راه فيه واحد الرادار وفيه كاميرا، كتخفض من السير كتخفض من السرعه ديالك كتولي كتربى عليها. اذا انت هذاك اللي كيرتكب الجرائم ديال السرقه ولا ديال العنف ولا ديال الاعتداء ولا ديال التحرش ولا ديال الاختطاف ولا ديال هذا كيتعمد يمشي للبلايص اللي ما فيهمش الكاميرا، البلايص ماشي حتى ما فيهمش كاميرا، عارف بان ما كايناش كاميرات تما، اما ملي غدير كاميرات وغيعرف الشخص بان راه الدار البيضاء مثلا كلها او المغرب كامل راه طوق بالكاميرات، وبالتالي اي واحد غير ارتكب واحد الجرم راه غادي ما غاديش يكون مجهول الهويه، وبالتالي غادي نجيبو في واحد الوقت اللي هو وجيز. هنايا هو ثاني غنقولوا اوتوماتيكمون كتربى فيه ديك المساله ديال الخوف وديال من ارتكاب واحد الفعل، راه غيشدوني كيعرف راسو مراقب راه غيشدوني. استاذه في اطار غنبقوا في اطار الاعدام، واش في نظرك الى طبقات عقوبه الاعدام تنفذات وامام الملأ وسائل التواصل واش ما غتكونش رادع؟ انا من وجهه نظري ان عقوبه الاعدام بالشكل زعما اللي كيطلبوه الناس ولا هذا، حنا كنراعيو الظرفيه، باقي الجرح حديث، باقي المشاعر هي التي تتحدث فياضه بواحد الشكل، راه ما توقعوش بانه من السهل، راه حنا كنشوفوا غير ديك الجرائم التي ترتكب في حق البشريه في الحروب ولا في هذا، ما كتقدرش انك تصبر عليها، كتشوف طائرات وكتشوف كذا وكتشوف الناس الاموات ولا هذا، كتلقى بانها كتاثر فيك بواحد المده من المسيره ديال اليوميه ديالك او الاسبوعيه ديالك او حتى الشهر ديالك، كيدوز عندك بانك كتبقى عندك ديك الصوره في الذاكره ديالك. بالتالي ملي كنقولوا بان عقوبه اعدام تكون علنا هي اللي غتكون صعيبه شويه، عندنا وليدات صغار ما خاصهمش يشوفوا هذا الشيء، عندنا ناس كبار ما خاصهمش يشوفوا هذا الشيء، كاين الناس اللي عندهم امراض مزمنه ما خاصهمش يشوفوا هذا الشيء، كاين ناس عاوتاني اللي انفعاليين او حساسين بواحد الشكل اللي ممكن ياثر عليهم هذا الشيء هذا ويدخلهم في حاله ديال الاكتئاب ويدخلهم، يعني دائما كتشوف المصلحه العامه ديال الناس عامه. انا ما تنفيذ عقوبه الاعدام ولكن بالشكل اللي غيكون مهين لواحد العائله ديال واحد الطرف اللي هو جاني، حتى العائله ديالو ما عندهاش ذنب، راه ارتكب واحد الفعل ولكن راه جر معاه واحد العار لواحد العائله ديالو اللي ما عندهم حتى شي ذنب، اللي غيكونوا حتى هما تاثروا بواحد الشكل اللي هو كبير، كتراعي حتى داك الجانب حيت هذوك هما ما عندهمش ذنب، كما هذا الوليد هذا ما عندوش ذنب وكما الاباء ديالو ما عندوش ذنب، انما القصاص ولكم في الحياه ولكم في القصاص حياه لاولي الالباب. علاش؟ علاش الله تعالى جعل القصاص حياه لاولي الالباب؟ بمعنى راه في القصاص راه كاينين واحد الفئه اخرى سوف تتعض وسوف تجنح على الممارسه ديال هذه الجرائم هذه، وملي كتقول القتل بالقتل الواحد ملي كيعرف راسو بانه راه غادي يقتل وراه هو غادي يقتل، راه هذا في حد ذاته نفسيا رادع، كيخلي انه يراجع هذاك الفعل ديالو، كيحاول انه ما يخليش، هنا وليتي كتحيد
هالجريمه ما بقاتش كتكون كما في الشكل اللي هي غدا فيه. ولا واحد عارف راسو راه ماشي غادي يدخل الحبس وغادي ياكل ويشرب وينعس، والمده اللي تقدر تولي محدده مؤبده، تقدر كتولي عنده امتيازات، ومع مرور ديال السنوات داخل السجن. هادشي علاش اغلبيه المواطنين تيعتبروا ان هاد العقوبه غير كافيه؟ راه انا شخصيا كنقول بان عقوبه الاعدام هي كافيه، غير هي خاصها تنفذ مادام حكمتي بعقوبه الاعدام. حيت المواطن ما كيشوفش ان راه تحكم عليه بالاعدام، كيشوفوا في مؤبد في محدد. صحيح هادشي علاش كيقول العقوبه غير كافيه. اما كون الاعدام عندنا في المغرب كيتنفذ، نعم، في جرائم بحال هذه المواطن ما غاديش يقول عقوبه غير كافيه. نعم ما غاديش يقول عقوبه غير كافيه، لانها هي نسبيا عندك واحد 50% اللي كتشوف بان عندك واحد الحكم في الاعدام. انا ما كنقولش هذا الملف، هذا جميع الملفات اللي بهذا الحجم، بهذا اللي كتكون بهذه الجرائم الشنيعه اللي كتكون معروضه على الجنايات، واللي كتكون فيها امور خطيره لا ما كتقدرش انك تقبلها لا نفسيا ولا اجتماعيا، حتى القانون حتى هو كيكون زاجر فيها ورادع فيها بشكل اللي هو كبير. كتقول بان راه واخا تصدر العقوبه ديال الاعدام الا انها خاصه تنفذ، لانني شخصيا زعما الناس هي خاصه تعرف بان راه كاين واحد الفئه اللي هي متضرره بزاف، عائله ديال دوك الضحايا، ماشي غير فهاد الملف، ملفات كثيره كيتسناو ان شي حاجه اللي غتبرد لهم الجوف ديالهم والغاليه ديالهم، وانا ما غتخليهمش انهم يرتكبوا حماقات، وانهم يمشيوا لشرع اليد، وانهم حتى يولوا في ارتكاب ديال الجنايات انتقاما، وانا تخلي عندهم واحد النوع من الحقد على المنظومه ديال العداله ولا المنظومه القضائيه ولا القانون، وكيوليو الناس فعلا كيقولوا بان القانون ما كينصفش وبان كذا. فبالتالي الامور اللي هي عندنا في القانون خاصها تنفذ خاصها تطبق، مادام الناس تلجأ للقانون الا ولتطبيق سليم للقانون. استاذ الابراهيمي، شفتي واحد الخرجه ديال واحد الشخص لا داعي لذكر الاسم ديالو، محسوب على حقوق الانسان، انه ينتقد الناس المطالبين بالاعدام في جرائم بحال هكا. هو كل شخص راه ملي كتقول حقوق الانسان، كيفاش انك تدافع على حقوق الانسان وتتعدى على حقوق الاخر؟ راه حريه ديال الراي وديال التعبير وديال الفكر، اياه ما كاين حتى شي مشكل، احترم الاراء واحترم الافكار ونحترم التوجهات ونحترم المبادئ والقيم ونحترم حتى السلوك، ما كاين حتى شي مشكل ما دمت انك لا تعترض في سلوكي. انما باش جيت تقمعني انايا كمواطن مثلا، وانايا كاب او كام، وكنقول بان العقوبه اللي خاصها تكون في مثل هذه الجرائم هي الاعدام وواجب تنفيذها، وتجي انك تنعتني انا بالوحشيه، فبالتالي هنايا ما بقاتش عندك شي حاجه سميتها حقوق الانسان، ما بقيتيش كتحترم حتى الحريات وكتحترم حتى الناس وكتحترم الافكار ديالهم. الا كنتي كطالب بالغاء عقوبه الاعدام، وهذا الشيء مساله اللي يحترم فيها الطرف الاخر، لان عنده توجه، عنده فكر ديالو، عنده قناعه ديالو، ما كاين حتى شي مشكل، نجلسوا على ارضيه ناقشوا شنو هو الوجوب ديال الالغاء ديال عقوبه الاعدام مع وجوب تنفيذ عقوبه الاعدام، وخلاصتها سوف يحتكم لها اكبر قاعده في هذا الشعب المغربي. هذا انا كنقول لو انه دار استفتاء، فاكيد بان غادي يكون واحد 90% ل 95% ديال الشعب المغربي كلهم سوف يطالبون بتنفيذ عقوبه الاعدام، ماشي غير في هذا الملف هذا، ولكن في جميع الملفات اللي كتكون الجرائم ديالها شنيعه جدا في حق الطفل او في حق الناس، حق الضحايا. شكرا استاذ ابراهيمي، كنشكرك بزاف على هذا التوضيح. اعزائي المشاهدين، كان هذا نقاش ودردشه حول قانون الإعدام أو عقوبة الإعدام، ونتمنى أن يتسمع صوت المغاربة، لأن أصبحت الضرورة ملحة لتنفيذ عقوبة الإعدام. أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء.